حلقة جديدة من حديث اليوم، مرحبا بكم. وفي محورنا الأول للنقاش، ذكرت مصادر إعلامية أن تنظيم ما يسمى الحزب الإسلامي التركستاني كشف عن خطط له بإقامة ما أسماه إمارة التركستان في الشمال السوري، مما يعني رفض التنظيم المتطرف الاتفاق الروسي التركي حول المنطقة منزوعة السلاح. وفي ملفنا الثاني لحديث اليوم، قوات سوريا الديمقراطية تحرر نصف بلدة هجين بالإضافة لتحريرها 300 مدني. نستعرض والضيوف الكرام آخر المستجدات الميدانية وتفاصيل محاور حلقتنا، مما يطرح العديد من الأسئلة بعد أن نشاهد التقرير التالي. في مؤشر على رفض التنظيمات الإرهابية المدعومة تركيا الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب ومحيطها، كشف الحزب الإسلامي التركستاني المدعوم من النظام التركي عن إقامة ما أسماه إمارة التركستان الصينيين في الشمال السوري، وزعم أنها تمتد من جبل التركمان وجبل الأكراد بريف اللاذقية إلى سهل الغاب. وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، تشمل الإمارة المزعومة لتنظيم التركستاني منطقة جسر الشغور ومناطق أخرى، ليكون هذا الإعلان الاعتراف الأول من نوعه بتأسيس إمارة للإرهابيين التركستان في سوريا. هذا الإعلان يؤكد رفض الحزب الإسلامي التركستاني للاتفاق الروسي التركي بخروج المجموعات الإرهابية من المنطقة. ومنذ بداية الأزمة السورية عام 2011 بدأ إرهابي التنظيم بالتوافد إلى الأراضي السورية، وبلغ عدد المسلحين الواصلين مع عائلاتهم في العام الأول نحو 1500، وتم الإعلان عام 2013 عن تشكيل تنظيم يدعى الحزب الإسلامي التركستاني في ريف إدلب، ليصل اليوم عدد التركستان في سوريا إلى عدد يقدر ب8000 مقاتل وبآلاف العائلات. وبحسب المتابعين للمشهد السوري، فإن تركيا ساهمت في نقل أكثر من 3500 مقاتل من ولايات سينكيانك ومناطق أخرى في الصين إلى قرية الزنبقي ضمن منطقة جسر الشغور، القرية التي تم طرد أغلبية سكانها لتصبح أشبه بمدينة صينية منه إلى مدينة سورية. وللنقاش حول هذا المحور، السادة المشاهدين، انضم إلينا من باريس الدكتور أكثم نعيسى، مدير مركز الشام لدراسات الديمقراطية لحقوق الإنسان، وأيضا من أنقرة الأستاذ طه عودة أوغلو، كاتب ومحلل سياسي. الضيوف الأكارم، أهلا ومرحبا بكم على شاشة اليوم. لو بدأنا النقاش من عندك دكتور أكثم، اليوم جاء في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية بأن موسكو غير متحمسة لمناقشة اقتراح أردوغان بعقد قمة جديدة حول إدلب، وكل المعطيات تشي بأن لا خيار أمام أنقرة سوى الاعتراف بعجزها عن تحقيق المنطقة منزوعة السلاح. تعليقكم؟ أنا لا، يعني لما أسمع السؤال جيدا الصوت صوت غير واضح. حبينا أن نبدأ النقاش دكتور أكثم، هل تسمعني الآن؟ نعم، لكن الصوت غير واضح. تمام، لكن إذا ممكن بس فقط أن تعيد السؤال. تمام، اليوم كتبت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية بأن روسيا غير متحمسة لمناقشة اقتراح أردوغان بعقد قمة جديدة حول المنطقة منزوعة السلاح، وكل الخيارات تشير بأن لا خيار أمام أنقرة سوى الاعتراف بعجزها عن تحقيق اتفاق المنطقة منزوعة السلاح. تعليقكم؟ نعم، يعني أنا أعتقد أنه يعني موضوع إدلب بصفة عامة، بصورة عامة، في إطار تسوية الأزمة السورية أضحت فيها ورقة مركزية، وبالتالي هي يعني بين شد وتجاذب جميع الأطراف المتدخلة في الأزمة السورية. ومن الطبيعي جدا، يعني الآن روسيا بعد أن فشلت في الاجتماع الأخير لإستانا بتحديد اللجنة الدستورية أو إكمالها على الأقل، أو على الأقل يعني أعطاء صفة نهائية لها، يعني أعتقد أنها من الطبيعي جدا أن تقوم بالضغط باتجاه يعني في ورقة إدلب. هذا أمر في غاية البديهة على ما أعتقد. هذه من زاوية أخرى أيضا، جميع الأطراف، يعني تركيا أيضا يعني هي لا تريد إنهاء موضوع إدلب، وتريد أيضا تصعيد الوضع في إدلب، وما ما ما ما, ما صرح عنه يعني قيادات الحزب الكردستاني الإسلامي الكردستاني عفوا التركستاني. نعم، يعني تصريح واضح أن تركيا لا ترغب حقيقة
لا في ترقيع أولا، يعني اتفاقية إدلب حول باعتبارها منطقة منزوعة السلاح، وباعتبارها أيضا يعني قضية المنطقة المنزوعة منزوعة السلاح، ولا تريد أيضا يعني البحث في حل أزمة الإرهابيين والأحزاب الإرهابية الموجودة في إدلب، كما جرى الاتفاق يعني على ترحيلهم وإبعادهم. بالعكس تماما، يعني هي زادت من الأزمة وصعدت فيها بهذا الإطار عندما تم الإعلان عن إمارة صينية يعني نعم إيجورية في إدلب يعني وجيش الشغور وغيره. راح ندخل تفاصيل هذا الموضوع بشكل مفصل أكثر دكتور أكثم، ولكن يعني تركيا لا تريد الالتزام باتفاق المنطقة منزوعة السلاح، إذا ماذا تريد برأيكم؟ تركيا يعني أنا أعتقد أن النقطة المركزية التي تدور حولها السياسة التركية الآن تحديدا وتعتمد فيها على يعني على استثمار ورقة إدلب، يعني باعتبارها الورقة الأخيرة حقيقة والورقة الأهم والأكثر حساسية في الأزمة السورية. أنا أعتقد أنه يعني هي تريد تنازلات، تريد مكاسب سياسية أهم مما هي عليه، يعني مما توصلت إليه ربما في القضية الكردية وتحديدا في قضية شمال سوريا. وأنا يعني أرى أيضا أن تركيا لن تتخلى عن هذه الورقة ما لم تصل إلى يعني مزيد من المكاسب السياسية ومزيد من التنازلات أيضا ومزيد من الابتزاز الأطراف الأخرى يعني في الأزمة، سواء كان الدول الضامنة يعني روسيا أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية. هي تضغط أيضا باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لمزيد من التنازلات باتجاه شمال سوريا. أنا أعتقد أنه هذه القضية الأساسية والمركزية التي يعني تدور عليها السياسة التركية في هذه الآونة. نعم، طب لو كان لديكم تفاصيل أكثر حول نشاط الحزب المتطرفي الحزب الإسلامي التركستاني في إدلب تشاركون فيها دكتور أكثم؟ يعني هذا الحزب يعني هو يعني أنا أعتقد طبعا وفق المعلومات التي لدي، يعني هو ربما على الأغلب هو جزء من الحزب الإسلامي التركستاني موجود في يعني ما يسمى تركستان الشرقية في الصين، طبعا الصين تسميها باسم آخر. وهو هذا الحزب يعني منذ عام 2009 أو 2008 على ما أذكر يعني، وهو يعني يزود من قبل ويدعم من قبل المخابرات التركية، وبالتالي يعني وجوده في سوريا في حقيقة الأمر هو ليس أكثر من وجود تركي لكن بلباس آخر، وبالتالي نشاطاته تابعة كليا. يعني الإيغور هذا العرق هو جزء من يعني من الشعوب والأعراق والقبائل التي شكلت تاريخيا ما يسمى تركيا حاليا، مجموعة من الأعراق. إذا يعني أنا أعتقد أن ولا حد كبير أنه يعني هذا الحزب في حقيقة الأمر هو يعكس تماما السياسة التركية، وأيضا ليس السياسة التركية على المستوى الاستراتيجي بقدر ما السياسة التركية على المستوى التكتيكي. طب يعني عندما حل هذا الحزب، يعني عندما حل هذا الحزب في جسر الشهور وفي يعني قام بعمليات قتل غير طبيعية تجاه المدنيين واتجاه أيضا كثير حتى من قبل يعني قتل من أطراف أخرى، من أطراف سياسية كانت موجودة في إدلب، يعني من قوى إسلامية. طبعا بالنسبة لي أنا أعتقد أنه كل ما هو موجود في إدلب الآن هي مجموعات إرهابية في النهاية. وأيضا يعني قام بعمليات حتى تهجير للسكان، يعني الآن هو مستولي على بلدة كبيرة جدا مثل جسر الشغور، هي بلدة يعني ليست بقليلة، نعم وإضافة إلى مجموعة من القرى، يعني وهذه القرى في حقيقة الأمر يعني تحولت إلى مستعمرات، مستعمرة حقيقية للحزب وعائلات المقاتلين من الحزب. قرية الزنبقي على سبيل المثال في ريف جسر الشغور دكتور أكثم، يعني المصادر تقول بأنها باتت بالكامل تحوي الصينيين اليوم.
نعم، يعني تحولت لمستعمرة حقيقية لبوريني. طب يعني اليوم بعد إعلان الحزب الإسلامي التركستاني بحسب مصادر إعلامية روسية دكتور عن حدود إمارته الإسلامية كما أسماها من جبال اللاذقية وحتى سهل الغاب، ما هي دلالات ذلك وكيف نفهم ذلك؟ وهل ذلك في صالح تركيا في هذا التوقيت؟ نعم، يعني أنا يعني سبق وأن ذكرت آنفا أن القضية في النهاية هي عبارة عن لي أزرع، يعني وتركيا تحاول الآن لي أزرع للأفرقاء الآخرين باتجاه مزيد من المكاسب السياسية، وهي يعني الآن يعني وبهذا الوقت بالذات تحديدا، يعني وبعد مؤتمر أستانا وبعد أيضا يعني التصريحات الأمريكية حول وجود نقاط مراقبة، وحول أيضا يعني وإشارات أمريكية يعني أعتقد أنها شبه مباشرة باتجاه الحكومة التركية بعدم الاقتراب من شمال سوريا أو التفكير بهذا الأمر في هذه المرحلة. أنا أعتقد هذا انعكاس تماما وردة فعل فعلا على هذا الموقف، يعني بهذا بالدرجة الأولى يعني. وبالتالي هي يعني ببساطة تشير إلى هذا الحزب لأن يقوم بإعلان إمارة تمتد من جبل الأكراد. يعني هو جبل الأكراد شو علاقته بالتركستان؟ أنا لم أفهم. نعم. أو يعني وجبل التركمان موجودين في شمال اللاذقية باتجاه جسر الشهور وباتجاه أيضا يعني مناطق ليس فيها تركمان وليس فيها تركستان وليس فيها، وهي سهل الغاب. يعني الآن الإمارة التي تم الإعلان، وهذه ورقة ضغط يعني أعتقد قوية، سواء يعني كما ذكرت باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى باتجاه الحلفاء، يعني حلفاء هي يعني باتجاه روسيا. يعني اللي أفهمه من حديثك دكتور، يعني دستورية هي مهمة جدا بالنسبة لتركيا. اللي أفهمه من حديثك الآن يعني إعلان الحزب التركستاني عن هذه الإمارة يأتي في إطار رسائل تركية إلى أمريكا بعدم الاقتراب من الشمال السوري، وأيضا بدوره هو رسائل إلى روسيا حيال اللجنة الدستورية. هذا مجمل الحديث. هي حقيقة لي أزرع يعني بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين تركيا حول هذه المسألة. تركيا تريد مزيد من التنازلات الأمريكية باتجاه شمال سوريا، باتجاه تحديدا الإدارة الذاتية، وباتجاه ايضا ليس فقط، وباتجاه ايضا حتى الحركه الكرديه في 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 تركيا ذاتها. هذه من زاويه، ايضا من زاويه اخرى يعني هي باتجاه روسيا، يعني كما ذكرت يعني موضوع اللجنه الدستوريه ويعني محاولات الاعاقه من جميع الاطراف. يعني اللجنه الدستوريه تحولت الى يعني الى اضحيه، يعني كل من يعني كل طرف يريد نهش المزيد من هذه الأضحية. إذن في إطار ما تفضلتم دكتور، يعني إلى أي مدى تركيا تستغل التنظيمات الإرهابية في سوريا لصالح تحقيق أجنداتها وسياساتها في المنطقة؟ يعني خلينا نحكي يعني نحكي بال يعني قضية أساسية وسبق ذكرتها والآن يعني أعيد تأكيد عليها. يعني بالنسبة لتركيا هناك حقيقة هاجس هو أقرب للهوس الأمني. نعم. يتعلق بال 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 بالحركة الكردية والقضية الكردية في سواء كان في شمال جنوب شرق تركيا أو في شمال سوريا. هذه المسألة بالنسبة لتركيا هي هاجس أمني هوسي، وليس فقط مرحلة وإنما أيضا استراتيجي. وأنا أعتقد حتى هذه اللحظة وبغض النظر يعني هذه مسألة مركزية وأساسية واستراتيجية، لكن أيضا هناك من جهة أخرى هناك مطامع تركية في سوريا، يعني مطامع تاريخية في سوريا. يعني هذا الاتفاق الملي في العشرينات الذي تم، أو الميثاق الملي عفوا، الذي تم في العشرينات، هو يضم جزء من سوريا، أجزاء كبيرة من سوريا، ويضم حتى يعني بعض الأجزاء من أوروبا، يعني ليس فقط منها. وبالتالي يعني هذه القضية الأساسية التي تحرك السياسة التركية الآن في الأزمة السورية. يعني ليس يعني ما هي المطامع؟ هذه المطامع
الآن إذا يعني إذا استبعدنا قليلا قضية الاتفاقيات الاقتصادية القائمة حاليا، سواء كان بين روسيا وتركيا حول السيل التركي، وهذا في أيضا مهم جدا، نعم وربما يكون السبب الحقيقي والأساسي والمركزي الذي دفع تركيا باتجاه روسيا، يعني ليس السبب الوحيد لكن المركزي والأساسي الذي دفع تركيا باتجاه التحالف مع روسيا. لكن إذا استبعدنا هذا الأمر، أنا أعتقد أنه القضية الأساسية القضية الكردية والمركزية التي تحرك السياسة التركية نعم مرحليا واستراتيجيا أيضا. في التطورات أيضا دكتور أكتم، يعني مصادر إعلامية أعلنت بأن ضباط أتراك أبلغوا المجلس المحلي في بلدة جرجناز بريف إدلب بأن روسيا أعطت الضوء الأخضر لقوات النظام بقصف أي منطقة حتى لو كانت مدنية ضمن المنطقة منزوعة السلاح في حال تعرضت للهجوم. ما هي مآلات هذا الكلام أيضا؟ نعم، يعني أنا أعتقد أنه يعني في النهاية هي يعني عملية تجاذب، وهذا التجاذب يعني يتم سواء على الصعيد السياسي أم على الصعيد العسكري على الأرض، أو على الصعيد العسكري كل طرف يحاول في حقيقة الأمر أن يورط الطرف الآخر في مزيد يعني في هذا المستنقع، يعني سواء كان مستنقع أدلب أو غيره. نعم، يعني عندما يتم تحويل مناطق من مناطق يعني شبه مدنية إلى مناطق عسكرية تعطي المبررات للطرف الآخر بطبيعة الحال، وبالتالي هي باعتبارها منطقة عسكرية. ويعني يعني جميعا بدنا نعرف أن النظام يعني مستعد أن يقصف أي منطقة ليست فقط منطقة عسكرية، وإنما أي منطقة يمكن أن تطلق منها أو أي بناء أو أي مبنى أو تطلق أو مؤسسة حتى، يعني تطلق منه طلقة واحدة، طلقة رصاصة واحدة. نعم. فما بالك فيما إذا تحلت يعني تحولت إلى مناطق يعني شبه عسكرية. نعم، هم يعطون أن يعطون النظام كل المبررات لضربهم ولضرب المناطق المدنية، وبالتالي يعني الابتزاز والاستثمار في قضية الاعتداء على المدنيين. وطبعا يعني في النهاية يعني كأمر واقع، جميع الأطراف المتحاربة في سوريا هي تعتدي على المدنيين، يعني هي والشعب السوري هو ساحة الحرب الحقيقية لكل هذه الأطراف. وكان هناك يعني قلق أممي بالأمس حيال مصير عديد من المدنيين الذين نزحوا من إدلب في الحقيقة. طيب في نهاية المطاف دكتور، في ظل معطيات ميدانية وسياسية وقلق أممي حتى على مصير المدنيين في إدلب، إلى أين تسير الأمور ضمن هذه المنطقة برأيكم؟ هلا انا يعني حتى اللحظه يعني انا اعتقد ان ادلب ستكون يعني مركز تجاذب وابتزاز سياسي، وربما تستمر هذه الحاله يعني لا يعني زمنيا لا استطيع ان احدد، لكن يعني على الاقل لمرحله ما، يعني ربما تستمر حتى يتم الاتفاق، او فلنقل بكلمه يعني اكثر دقه، حتى يتم اعتصار هذه الورقة نهائيا بصورة نهائية. لكن الآن هي حقيقة الأمر ليست أكثر من مركز للابتزاز السياسي بعمليات التفاوض الجارية القائمة حاليا أو التي ستقوم يعني في المستقبل القريب بين الأطراف التي يعني في حقيقة الأمر هي تستولي على سوريا. هذه نقطة. النقطة الأخرى، يعني هذه العملية التجاذب السياسي تنعكس على الأرض بعمليات عسكرية، نعم، يعني إعادة تموضع عسكري أو إعادة يعني إعادة توازن قوى عسكري على الأرض. وبالتالي يعني سنشاهد الحزب التركستاني يتقدم أو يصعد الأزمة على المستوى العسكري أو غيره، يعني سواء كان جبهة النصرة أو غيرها وغيرها. نعم. وايضا من طرف النظام ومن طرف الروس يعني ايضا سيصعدون، وبالتالي يعني هي لكن هذه ستبقى هي معارك تكتيكيه هدفها في النهايه هو تعديل ميزان القوى التفاوضي على المستوى السياسي ليس اكثر. نعم. وانا استبعد حتى يعني مرحليا يعني في هذه المرحله استبعد اي معركه بالمعنى العسكري الواسع للكلمه او الجبهوي،
بسبب ما ذكرت بأن نعم هي الورقة الأخيرة سواء كان بيد تركيا أو حتى بيد النظام أو بيد أيضا روسيا وربما إلى حد ما إيران أيضا. وأنا لا أعتقد أن يعني هذه الأطراف ستتنازل عن هذه الورقة بهذه البساطة. نعم دكتور هيثم وأكثم عفوا والسادة المشاهدين، نذهب إلى فاصل قصير ومستمرين في حديث اليوم بعد الفاصل.